بمدينة الرباط، حيث تم اليوم إطلاق آلية منح دعم الإدماج المستدام الخاص ببرنامج أوراش 2، إجراء يهدف إلى خلق 50,000 منصب شغل قار خلال السنة الجارية. المزيد مع مجيد حلاوي وعثمان التاسي. برنامج أوراش في نسخته الثانية، إضافة إلى هدفه الرامي إلى ضمان مناصب شغل مؤقتة تتراوح بين 4 أشهر إلى 6 أشهر، فإنه هذا العام يهدف إلى توفير شغل مستدام لمدة سنة كاملة يستفيد منها المشغلون من الحد الأدنى للأجر والتغطية الصحية الناتجة عن التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الدولة ستكون حاضرة من خلال المواكبة والتتبع ودعم المقاولات، إذ ستستفيد هذه المقاولات من منحة مقدارها 1500 الدرهم عن كل شخص تم تشغيله. يصير إدماج الشرائح اللي عندها صعوبة في ولوج سوق الشغل، يعني غير حاملي الشهادات، الأشخاص في وضعية إعاقة، المهاجرين في وضعية قانونية. الهدف الثاني هو تعزيز الرأسمال البشري للمقاولات وخفض كلفة التشغيل، والهدف الثالث هو تعزيز مفهوم العمل اللائق. وقعنا مع الوزارة واحد العقد باش إن شاء الله نوظفوا 150,000 واحد في هذه السنة، هذه 2023 اللي بقى منها 50,000 منها خصها تكون وظيفة مستدامة، والحمد لله شفنا بأن كاين ديجا 30,000 اللي وثقة وقعت عليها 128 شركة. اليوم احنا نجد فخورين لهذه الاتفاقية هذه، لأنها كتلزمنا احنا باش نخلقوا واحد 4,000 منصب شغل في السنة، هاد السنتين المقبلة ما بين 23 و 2024 نفتتحوا تقريبا 14 المستشفى خاص ومصحة خاصة، وهاد الاتفاقية هذه غدعم هاد المجهود اللي كنقوموا به. وقعنا على اتفاقية لما يفوق 4,500 مرشح لتشغيل، نظرا للأهمية لهذا البرنامج، برنامج الإدماج المستدام اللي عنده عدة الامتيازات كتماشى مع برنامج ديال الشركة. هذا البرنامج مهم بزاف، لأن ما يخفاش عليكم بأن قطاع التعليم الخصوصي والتكوين المهني الخاص والتعليم العالي تيشغلوا أكبر عدد يعني من المستخدمين، وهذا البرنامج غيجي باش يساعد شي شوية التشغيل ويرفع من لوبريبيتي ديال لي زيتابليسمون، سيرتو بالنسبة للمؤسسات الجديدة لا في قطاع التعليم الخاص ولا في قطاع التكوين المهني الخاص. هذا البرنامج يستمد روحه من التعليمات الملكية السامية ومن توصيات النموذج التنموي الجديد ومن البرنامج الحكومي الذي يطمح إلى تشغيل أكبر عدد ممكن من المواطنين. شركة سويس كابين ماروك اليوم سنينا على 1,000 مستخدم. هذا البرنامج هذا جد مهم لنا، لأننا عندنا يعني دي بوزوان وغوسوغز هومان في هذا الميدان هذا، واليوم التزمنا على تشغيل 1,000 واحد وتكوين ديالو على المعايير ديال الشركة، وكذلك بمساهمة مع لانابيك. بالنسبة لي كنشوف بأن هذا البرنامج جد مهم للبلاد ديالنا وبالنسبة للمقاولات المغرب، لأنه غادي يحفز بزاف ديال الشباب في الشغل، وكذلك غادي يكون تحفيز لنا حتى حنا وبالنسبة لبزاف المقاولين باش أنهم يفتحوا أبواب ديالهم للشباب اللي هما حتى هما كيديروا مجهود وكيستاهلوا. هذا البرنامج مفيد لنا جدا من ناحية تشغيل أولاد المنطقة ديال عين عتيق تمارا صخيرات، لأننا عندنا مشكل في إيجاد الكفاءات اللي يمكن لها تشتغل عندنا. هذا البرنامج لان فيه تكوين ولان الدوله كتدعم واحد الفئه من الناس. جامعات الغرف المغربيه للتجاره والصناعه والخدمات، جميع الغرف الجهويه ديال التجاره والصناعه والخدمات اللي كيمثلوا يعني اللي هما يعني الممثل الرسمي ديال المقاولات الصغيره والمتوسطه والصغيره والمتوسطه جدا، اللي غادي يساعدوا هاد الناس اللي حاملين الشهاده، وفي نفس الوقت غادي يحتفظوا على الناس اللي كانوا اشتغلوا في اوراش واحد. الدوله الاجتماعيه هو التحدي المرفوع حاليا ببلادنا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، حيث يجد كل مواطن نصيبه من الشغل والتغطية الصحية ومن تعميم الحماية الاجتماعية. مهم بزاف، لان ما يخفاش عليكم بان قطاع التعليم الخصوصي والتكوين المهني الخاص والتعليم العالي تيشغلوا اكبر عدد يعني من المستخدمين، وهذا البرنامج غيجي باش يساعد شي شويه التشغيل ويرفع من لوبريبيتي ديال لي زيتابليسمون، سيرتو بالنسبه للمؤسسات الجديده لا في قطاع التعليم الخاص ولا في قطاع التكوين المهني الخاص. هذا البرنامج يستمد روحه من التعليمات الملكيه الساميه
ومن توصيات النموذج التنموي الجديد ومن البرنامج الحكومي الذي يطمح إلى تشغيل أكبر عدد. Zin Capital Invest, Omar Zin, son directeur général adjoint, avec 100 emplois programmés. Cool Food, Mohamed Anas Lehlo, PDG, 100 emplois. Et Safran Electric, Power Morocco, Frédéric Vigier, directeur général, 100 emplois programmés. Voilà, au total, avec les entreprises, je demande à M. le ministre et à M. le gouvernement de venir prendre la photo engageante. Et bien entendu, j'invite Sylvain Dibble Khalid, directeur général de l'ANAPEC, l'Agence nationale de promotion d'emploi, qui va être l'interlocuteur majeur de ce sujet. Voilà, cette photo va être mise en avant comme étant un engagement. Voilà. En tout cas, c'est. Vous voulez peut-être une photo regroupée, rapprochez-vous. Voilà. Alors, au total, pour information, l'aide des entreprises ont programmé 20 000 alliés à un image Moussadam qui présente les assets de la CIDRAIS pour moi. Donc, on doit faire ça bien.